بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي متابعي قناة أخبار عجلة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية ريت ما ننساش الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس. يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره المكسيك في تمام الساعة 5 مساء اليوم الأحد 17/6/2018 على ملعب لوجينكي بالعاصمة موسكو ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بكأس العالم روسيا 2018. وقد أعلنت فضائية بين سبورت عبر موقعها الرسمي عن إذاعة اللقاء عبر قناتها المفتوحة على القمر الصناعي نايلسات بخاصية الـ HD، وذلك عقب اتفاقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم يتم بمقتضاها بث 22 مباراة من كأس العالم روسيا 2018 على قنواتها المفتوحة، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى. أما عن تردد قناة بين سبورتز عبر قمر نايلسات فهو كالتالي: تردد القناة 12475، المعدل أفقي، معدل الترميز 27500، ترميز القناة 2/3، إشارة إرسال البث DVB-S2، معدل تردد الموجة 8 PSK. والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية قد أعلنت بالأمس عن المباريات المنقولة على قناتها المفتوحة على قمر نايلسات، وهي كالتالي: مباراة ألمانيا مع المكسيك اليوم الأحد 17 يونيو، مباراة تونس مع إنجلترا يوم الاثنين 18 يونيو، مباراة روسيا مع مصر يوم الثلاثاء 19 يونيو، مباراة المغرب مع البرتغال وأوروغواي مع السعودية يوم الأربعاء 20 يونيو، مباراة بلجيكا مع تونس يوم السبت 23 يونيو، ومباراة اليابان مع السنغال يوم الأحد 24 يونيو، مباراة السعودية مع مصر وإسبانيا مع المغرب يوم الاثنين 25 يونيو، مباراة بنما مع تونس يوم الخميس 28 يونيو. وقررت أن تذيع عبر القناة المفتوحة مباراتين من دور الـ16 بالإضافة إلى 3 مباريات من دور الـ8، وستبث مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية للمونديال. شكرا لك عزيزي المشاهد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.